عليكم، كيف دايرين؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. ونلقاكم الفيديو ديال اليوم في كل نشاط الحيويه ديالكم. رجعت لكم الفيديو الثاني على القناه. نتمنى انكم تشتركوا بالقناه، تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد، ودائما لايك ديالكم والبارطاج الى عجبكم الفيديو. كذلك اليوم جبت لكم واحد الوصفه، اولا نقدروا نقولوا كريم، اللي ولينا كنقولوا كيتباعوا دابا كريمات باش نقوموا بالعنايه ديال الرجلين ديالنا، ولكن ما فيها بس نصايبوا كريم منزلي اللي نعتنيوا بالاقدام ديالنا حتى هما كذلك، خصوصا دابا مقبلين على فصل الصيف وبغينا نبقاو نلبسو سناضل ونلبسو بزاف ديال الحوايج، وانه دابا كتكون يعني لي تراس ديال الصنداله في الرجلين ديالنا. اليوم جبت لكم واحد الكريم، ولكن قبل ما ديروا هذا الكريم ضروري ديروا واحد المقشر او لا قشروا الجلد ديالكم قبل ما توضعوا هاد ان شاء الله هاد الكريم. يعني في فيديوهات ان شاء الله الجايه نوريكم طريقه باش غادي ديروا تقشير الرجلين او لا ازاله الجلد الميت للرجلين. اذا خليكم معايا باش نوريكم الكريم ديالنا. اذا الكريم اللي قلت لكم في البدايه، الكريم باش نرطبوا الاقدام ديالنا، كريم ليلي لاعتناء بالبشره ديال القدمين او الرجلين ديالنا. الكريم غادي ندير فيه يعني مكونات بسيطه جدا، ومكونات يعني نقدر نقولوا كلنا كنستعملوهم، كلنا غادي يكونوا متوفرين عندنا. غادي نستعملوا كريم معفون ديال نيفيا، اي كريم يعني متوفر. الا ما متوفرش نيفيا ممكن ديروا اي كريم يعني اخر يعني متوفر فر عندكم. غادي نوضعوا كريم للطلق او لا الغبره ديال الاطفال، البودره اللي صراحه زوينه بزاف في الترطيب وزوينه في التبييض، كذلك ديال الرجلين. وغادي نحتاجوا الفازلين اللي كيقوم بعمليه ديال الترطيب. اذا نمروا الطريقه ديال الوصفه. اذا الوصفه سهله وبسيطه. غادي ناخذوا الفازلين، غادي ناخذوا واحد المعلقه، غادي نوضعوها في الخليط. يعني هاد الفازلين هادي صراحه هي كتقوم بالترطيب يعني فقط غير بوحدها، ولكن الا ضفنا معها المكونات غادي تقوم بالترطيب وتبييض في نفس الوقت. اختاروا هاد الفازلين هادي، يعني فازلين طبيعيه. وغادي ناخذوا الطلق اللي كيكون فيه التقابي هنايا، غادي تحلوه، ومن بعد غادي توضعوا واحد شويه ديال الطلق هكذا، مقدار اللي بغيتو نتوما تستعملوا. هو بالنسبه لهاد الكريم راه ما غاديش يخسر معكم، يعني ما غاديش يخسر، يعني ممكن يعني تخليوه غير عندكم في البلاكر، راه ما غادي يوقع ليه والو، لان ما درناش فيه مكونات اللي هي يعني مكونات اللي غادي تخسر. غادي نوضعوا شويه ديال الكريم بهذه الطريقه، صافي. وغادي نخلطوا، غادي نخلطو هاد الزبيب شويه انه كيطير معنا هاد الكريم هذا وهاد الطلق هذا. تصورو ما تصوروش هاد الكريم هذا زوين للرجلين. ندير معكم غير شويه لانه ونعاود نصايب عاوتاني واحد اخر. المهم نتوما بغيتو تصايبو كثر، كميه كثيره صايبوها ما عندكم ماشي مشكل. كيولي هكذا كريمي، والريحه بعدا كتكون ريحه يا سلام زوين، الريحه ديال الطلق كتكون زوينه. ودهنوهم يعني الطريقه، غادي نوري لكم الطريقه. يعني ها هو الكريم، ممكن تزيدوا تجريو شي شويه الا بغيتوا تجريو، وديروا معاه زيدوا معاه لكريم لكريم اللي ذكرت معاكم. صافي من بعد ما خلطتوا بهذه الطريقه، غادي نوضعوا معايا في واحد العلبه. انا ديجا عندي هذه العلبه يعني اللي كانت خاويه، غادي نوضع فيها هذا الكريم، وغادي نستعملوا وغادي نطبقوا للبشره او لا غادي نطبقوا على بشره ديال الرجلين ديالنا. كيجي بهذه الطريقه، يعني كيجي رطب. ممكن تستعملوا حتى اليدين الا بغيتوا، اللي عنده يعني كيتقشروا ليه
للدين ديالو ممكن تستعملوه. فصراحة حتى للدين كيجي يعني مواتي، هم ما تخافوا من حتى شي حاجة، يعني كريم اللي هو مبيض وفي نفس الوقت مرطب جيد جدا. اللي عنده حتى التشققات، اللي عنده يعني كيتشققوا ليه يديه ولا كيتشققوا ليه الرجلين وكي كيسيحوا ليه، كيكون فيهم هكذا الدم، كيكونوا نيت كي بحال مجروحين. فهاد الكريم زوين بزاف، نتمنى تشوفوا تستعملوه بالطريقه اللي ذكرت لكم. الا كانوا الا عندكم يعني رجلين كيتقشروا، استعملوا واحد فاش ديروا الكريم ديالكم، استعملوا واحد يعني تقاشر ولبسوهم ووضعوه يعني كل ليله، غادي تشوفوا النتيجه بداية من الأسبوع الأول، غادي تبين لكم النتيجة ديال البياض والترطيب كذلك. نتمنى الفيديو ديال اليوم أنه ينال الإعجاب ديالكم، وأنني نكون خفيفة الظل على قلبكم. إذا في فيديو قادم إن شاء الله.